نعيشلها الدنيا فيها حكاية محلاها الدنيا ضحكة فتنيكا تحلى بفزوكا والخالة بريكا محلاها الدنيا ضحكة فتنيكا تحلى بفزوكا والخالة بريكا اضحك للدنيا تمشي هكا تعرف بوتيتك ظهرت صغير هكا مش بين انا كبير انا هلو هذه شوف شوف أوه. لا لا يزيك يزيك مال يزي تو تعرف زلت لاباس عليا مش كيف كنت يا عزوزه وي والله وهذاك علاش قررت انا باش ناخذ مراه صغيره انست بيها ربي يهنيك شللت لي العشره يا باب رد بالك عاد تو تيجي شنو واو واو يا بنتي الذنوب الروماتيزم تاعي الذنوب يجي جاب السدي سقيش لا يا خويا تيجي عاد تيجي العروسه ما تحبش تيزي بلا لعب عاد رجوع الرب ايوه اعطي كرسلتنا تبر قول باع تبر جيب لك الدواء هي كلمة مازال مبطل فطوري مش يجيب الدواء يعيشك عايشك نقوم نبوسك عيط للعروسه الله يلم بوسك والله يلم بوسك الضحك سليم قوم يا سليم انت هيا قوم عاده يا سليم قوم مش يحرقك تقوم يا سخطة اسمع باش نعطيك اخر انذار باش نحسب حتى ثلاثة واحد اثنين ثلاثة تعرف مرة ما اسحبوني على الصباح هاي رزوك الله الله عليك الكسكيت يعيشك هاو جاي نهار يعمل 66 كيف والله كي كان نهار كل من ندعي ربي قلت شاي نجينا نهار بيه وشميسة زرقاء خلي نتفرهد وعندي قديش عالسواني يرزوك وانا انا اشفديت من الكرهبة كلات لي القلب بتاعي قلت نمشي نشوف وجه ربي ونمشي شوية على ساقية ناحية الشحومات والحومات وشفديت بالتاكسي التاكسي شفديت منها نهار كل وانا نشم مكان في ريحة المزقوط والاسعاص ربي معاك ولا ساعات تبدا تسوق نبدا نخمم فيك نقول يا ناري على رويجدي تك التخاخن وكل كراهب وكل شيء والبني يرزوك اش كثر تعرف هذيك الكل ما كانش الكلها كانت سواني هذيك هي مالها وكنا انا وولاد الحومه وقتها كي شواطب القايله نمشي ونبداو نصطادوا في العصافر حتى احنا رزوك كنا نلموا بعضنا كي كنا صغار في الربيع ونخرجوا نبداو نلقطوا في النوار والقريصه والتيلمه والكز ونبداو ناكلوا ونقرشوا تقولش علينا بقر والخضره الخضره كانت تجينا من السواني في الكاليسات من منوبه ومرنينغ اي وقت الكاليسات عاد وقت عهدك انت يا منى وقت خلطت على الكاتسون كات بشي منش فرد وقت انا وياك على خاطر انا صغر منك برشا اسكن مني برشا على كل حال كبرنا مع بعضنا اي لا لا شبني ليك كبرنا مع بعضنا انا ما كبرتش شبيك وقت خذيتني محسوبينها في 17 وانت يا بابا تضرب في 40 وقتها شو ما طول لسانها شنو ما طول لساني هيا برا 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 شوف جماعه حاضروش خلينا نمشيو للمرنيق هاو قالك باش يعملوا لنا علوش نتهشاشوا عليه علوش تهشاشوا تحب الماكلة اللحم اللحم نهار كله انت تتهشاش امينا بابا تحبي ناكل البرود وماكله السبيطار باش نمشي بركبتك انا مقواك مقواك يقوى عليك ربي
ووه يا وليد يا حسن ولدي شنو هالصيح شعملنا لك عالصباح حكا يا ولدي شكونو شكونو هاللي يغني وهو تقص عليه خانقينو وبرحوحو طالع امي بيا يا اخي ما تعرفش مايكل جاكسون شو كده شام شو الهدية يا بابا وانت تقص عليك عريفة مخمر تعرف مبين انا كي نبدا نشتح في البواطه البنيات الكل نهبل شو عادك البنيات هاي يشتحوا على طرب وفلس قل لي هما ذوكم بنيات وكان جوا لموا سويقاتهم وعرسوا وخير لهم الهمله غلبه هي في هالدنيا البنايه ولات ما تستحسن كان لما عمرها 25 ولا 30 سنه بالله والله ليش تحبوا مستحسنوا مبين او انا وليدي نثبت انا عرست عمري 13 سنه وشهرين لا لا والله وراس ولدي ها اسال محمود عليه سي محمود حاضر في الزواج اوه بلحات هكا كنا قلنا دللت في دار بابا اما امي عرست عمرها 12 سنه راهي مصدره ولا عروسه في حجرها اي يا بنيتي تي هي هنا وقتها نلعب وحطوني في دار المعلمة نتعلم في الشبكة وفي الطريزة في جمع أعطاني بابا وبطلوني من دار المعلمة هكا من قبل الطاق اي وجيت مرت عمي قالت لي جان حنيلك وفرحت هنا فرحت بالحنة وما في علمي بشيء وثلا انتو عرسي ملا تأخر هكا لله جبت لك محمود الغالي ضربته على قلبك هناني بناني ربي يفضل اي ربي يفضل اوه يا وليدي اوه هكا يا والله هبلو نشوفه يا حياة بنيتي شو هذا يا والله منوبة اوه اللطة سامحني عزيزتي كان خليتك تستنى تعرف نهار حد صباح ملقيت تاكسي كان بالسيف سمح هيا نمشي شويه ساعة شربت قهوتك لا مازلت في عقلك اشرب قهوتك وبعد نخطو على الجميع ان شاء الله نعمل نهير به عاد ان شاء الله قهوه عايش توا نعملو بيكنيك هبي جبت معايا شويه قاروس وشويه كروفيت نعملو مشويين اش قولك علاش قالوا باش يذبحونا كبش كبش اين نيك اللحم العلوش بسم الله عليا كله شحن ويسمن ويعمل كوليسترول يا اخي ما ثما كان شحن في العلوش نحي شحن وتناول الهبره مشوي كيف ما نعرف انا وعصيره قارس وريحه تهبل تفوح انا والله من نجم نقول لي برغم اللي انا فيجيتاريان ليليا ملي بديت حصص اليوغا اما كيف تبدا لما عزيزه غاليه كيف هكا ما نقولش لا الحق إن ريحتك الزهومة كيف نتفكرها برك اللي تقعد في اليدين نكره الميكلة تيزي عادية إن ريحت الزهومة اللي تقعد في اليدين ذكرني في خالتي خديجة يرحمها طبيخة نتاع ماما كنت تجيبها كل عيد كبير تعاونها شوف تحبني محليها كل مرارة تبدأ تبوس فيها وتعنق تحطني بجنبها وتبدأ تشوي في اللحم تشوي في الكبدة تحلي في فيما يبدأ نبكي ونقول يزيني منحبش يا خالتي خديجة يزي يا علي نحس في قلبي عصر علي والله نعملو جو اليوم إن شاء الله اسمع لفرقيت أنا سكينة نتربهو يعملونا خبز عربي قد ما يفرخوا بينا تو يكبرونا اللحمة بربي لا تقول لي شوف ما صبي يعملونا إيش خص كان نلقى الكسكسي بالعسبين ونلقى العجة بالمخ ونلقى المثاومة إيش خص يا رب نعم فيش تا شنو ليليا مرة بعد قديش عليا قل لي تحب اللي شتيه شهيته الكل
يطيبوه لك الكل في البكنيك هذا. انتي باش ما همشوهم شويه برا كان نعملوا جو جديد. عيب عليك يا علي، الله يهديك. ما تعرفش اللي حياتك في اختي نسيبها وما نسيب. ايا كمل قهوتك، هيا نمشي. تعمل شفحه شو الزب تعمل شفحه. ايوه ايوه سكت علينا سكت. شو نعبيه الحوايج مدام ليلي وعلي يا خلف. جيب معاك سي محمود. اه تو شوف الاولاد ساعه عملوا ساعه لك. اوه علي جايه وشكون سدنها؟ انا سدنت. ما لقيتو ما تعملوا اتو تشوف لما تحشمني قدام الناس وتخلينا ضحكه. امراه ما تقدرش. ما لقيتو ما تعملوا كي سدنتوها. يا امي بلاش تحبنا نعملوا بالله. ايه نال كله هي لاصقه فينا واحنا نبعدوا فيها. اه قلنا المره هذه ناخذ بخاطر. اه اتو تندم اتو تشوف لما تحمل بحمايلها وتبدا ملهوفه على الماكله وما تقدر حد. تحب ولا تكره وهي كنتكم. وجه وجه يا حيات. يا المره الاخرى جابونا طريف عظم عربي حتى الباب الدار. بديت تفقص وتكبس في راسها والباقي جار وططو على وجهها وجات في وسط الدار وتشنكشت. شو عملت؟ عملت عملت به القشرة. اي بالقشرة اي بالتصديقة زادة. ها حطيتوا القرص المشوية؟ لا باش نستعملوا القريصة. والنوار متاع القريصة باش نحكوهولك على يديك يولي يحمر في عرسك نحنيولك بيه. دغدغني باش نضحك. آه باش نشيخوا اليوم بالعلوش والعظم العربي والدجاج العربي والخبز العربي والكلاب العربي. وخلعت يد يا رزوقة. قولي شنو هالشيء هاي رزوقة هاي 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 ايه ايه ملها تفرهي. والله يا شريفة تنحت خمجة على قلبي. هذا نهار اللي قتلي عليه التجازة. شفتي عش البرم محلاها؟ يا لله يا لله عليك الخير يا لله. دجاج بعظم عربي بنيتك وخبز قمح والحم علوش وزيت زيتونة وهريسة. يا لله يا لله عليك الخير يا لله. وما وهو صفين جنة على حالها. مالا شفتي زادة نحن الناس البرة قديش ننفحوا بالضيفة. ريت ريتك أمريكا يفرحها ويرحم الله والديها. يا لله شو فرحت بينا. شو شايفيه وتوكل فيه بدايتها. وكا محمد وكا محمد عليك الظن والحليلية. حطوا على الجرح يبرى. يا ربي نبلي برويج للبنتي هكك إن شاء الله. أما ريتي ديما يقولوا لي عيشت المدينة بيه يا بيه يا يا بنتي وجيبها ذاك من هذاك. شفتي هاك الطبال والسكار اللي نشوف الملاك تاع ملاك بنت هيرينا ملوشيه. والله والله يا شريفه انا على مرتين عظامي كل بدات ترف. كنت باش نتحزم ونقوم نلوي غير خفت من الرزوق اللي يعمل لي حاله. خايتي لانوبتي جد وانا نقزت ما نعرفش على روحي كيفاش من غير ما نشعر هكاك. وريتي هكا والسكار هذاك فكرني في واحد سكار عندنا في البلاد يقولوا له عمك احمد. يا لله خالتي فاطمه خايتي واش نحكي لك كي لغت بالذكرى. ها العرس اللي يبدا فيه تفزع عليه الناس من كل بلاصه والعباد ما تلقاش تعرف حتى ما تلقاش من تقعد خلاص جمله. شريفه تركع علي شنو حوالها؟ علي هاني خليتها ملوحه ترغي بكرشها. خاطي حتى هي حاله غوله مسيبه بنيتك على اللحم تبدا اللحمه فيده وهي تغزر المشوي اللي مازال ما طابش. تعرف بيك عطتني لحمه كبيره هزيت عيني نلقاها عينيها باش تخرج وليت مديتها لها والله بسم الله خفت من العين اكلتها فرد فرد فم. خاتي حاله حليله ممكن وحدها برك اكلت شطر علوش. اللهم انا ما بشمتش هي هوني حتى هي تخلص من الفاتوره. كيفاش هي برنا نمشيو نجوزوا لها كاسه طرونجيه خلي فرهد عليها تمشيش لمراه تموت. اي اي احنا فرقه فرقه لقيت ملل ملا نهار ملا نهار محليه يا بنيتي. هاك الفيرمة هاك الفيرمة العزيزة هاك الدار تسكت الصغير هاك الخير بالخير. صح البنتي صح صح اخذيت وتهنيت. يا عايشك امي بيا
فكرتني في صغري وقت الحرب هربنا في سينيا جيت مريك اي ملا عجبتك البلاصه شو عجبتني وكل خبز العزيز اللهم صلي على النبي فكرني في زمان بكري عزيزك الله يرحمه كان يجيب لي كل أربع شكاير من صبا جديدة وما يتخبيه ولا ما يتنقى كلهم مال شنو وكي خرف الخريف نجبد الشكاير نرحيها والنحي من شترها نعملو سميد هكا يلمع نحلين البقليوة من التعب اوه اش فيه من تعب يا اخي كيما نسيت توا اي اللي خانها دريحها تقول مسحوره عاد قتلك والباقي هاك الباجي نصفيه مش الكشكاره ونعملو خبز كبرت بيه سبعة ذكوره واربعة نساء كل يوم تعرق وتبعث الكوشة تعرق وتبعث الكوشة لا ملا عيشة عاد هذيا ملا عيشة هذيا عيشة والله يعمل كيف شنو كل مرة الخبز نتاعها زين ونوح ويجي الطراح نخرج له اللوح وإلا الطبق والكواش يعرف كل زينة نتاع دار شكون هي يا أخي ما تمش خبز في السوق بالكل لا ثم خبز عربي مدو أما ما نشريوش منه عيب أكبر عيب هذاك للبراني هاي أما احنا نعملو خبزنا في الدار مش كيما توا كل شيء من السوق وياكلوه البر إذا ما تقوليش ما كانوش ياكلوا البر بالكل يستحي عمرك تراها هكا فم يمرق في الشارع مش كي بنيات توا الفم مجلوط هكا بالحمي ولسان خارج هكا طوله وهي تلحس فيك ورني الكريمة لا 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 هذه من علامات اخر الساعة ملا نهار على عمار تعرف كل طبع وريحتي كلها بالعلالش توا طول طول الدوش حتى انا ريحتي كيف ريحتك بالضبط تقولش عليها ريحة عتروس انا مازلت نعاودها ونمشي لخلال المخلي ساعة فوتوبة يا بنتي ساعة فرحوا بيك حتى من كليبهم جاءوا كتولي جراء شفت ما شفت الكلب اللي شجرتي راسه قد راس الكركدن وعيني حمر يتشعلوا وسنيه سنيه كدراء قيلعك حتى انت تبركل عليك حطمت الرقم القياسي في المية مترو والله يا مريم لو كان خلطت عليها راو كلالي جحري انا ما عاش نعودها العملة انا ود مدينة انا من نجمش ثنية عربي نحب كياس مزفت قد قد هك أمور واضحة إيه نعم ونحب بيسين مش جابية معبية بالجران والزغلال وبتاع شنوة ونحب هكا ورد وقرنفل وقازون مش شوكو بوكا ريتك الحشيش اللي عندهم اللي تقرب لها تلسك يا حريقة يا هندي يا صبار يا مبق يا عوسج وكل اسامي المشاقع بهم والله أنا حاير فيها فين باش تسكن أختي نادي تعرف المرة اللي فاتت سي شريف أستاذنا بتاع العربية عمل فيا قال لي أنت وسليم ما طلعتوش لأختكم نادية وبدي يقارن فينا بيها ويشكر فيها ويمجد وانا في قلبي نعمله الحمد لله ما طلعتش النادية والله الحمد لله أنا حاير فيها إيش عندها في مخها في الأول كان عندي أمل باش تتصلح كي دخلتنا أما توك خذيت التحفة محمد والله لما يزيد يكمل عليها والله حطينا كيفك نخمم عليها تعرف انا ما نجمش نسكن في بلاصه هكاك كيف ما غاديك فيك الادغال مع الدجاج والعلالش انا لازمني بلاصه فيها وتله فيها بواتيت فيها سينما فيها بيتزاريا فيها سوبر مارشي هذا اضعف الايمان انا اخوك كيفك بالضبط نحب الحضاره مش جبل وذبي عوق وبوم يبوم والله هما الحق دارهم تهبل امينه كان يخيروني نختار بورتمان ظريف في المنزه سيس والقصر الداشة غاديك فك الخلية والقفة وهو ما يقولوا العكس عمك عمار قالك أعطيني عشة لهنا ولو تيل في المدينة أنا خليك أنا نمشي نشوف الجماعة أنا نبهت فيهم العباد اللي يحبوا الريف الحق المدينة وحدها لقبالها لبعدها بالطبيعة وأنا نبهت يا سي محمود في برشا ناس كيفاش يحبوا المدينة الريف وحده الحق عندك يا سيدي لهواء النقي للأعصاب والرواري ما ثيرش من الطبيعة يا ولدي طبعا
ونهير باهي حلول تعدى عسل كما تقول انت. هي اما تبارك الله لبس عليهم بالقدا. صح اش قلت لك؟ اش قلت لك عليهم؟ اش قلت لك عليهم النهار الاولاني وقت مشيت سالت عليهم؟ اش قلت لك؟ قلت لي صحيح قلت لي انا ما كنتش نتصور اللي هما فيها الخير هذا الكل. وزيد التواضع التواضع. بالضبط بالضبط يا سي محمود، ربي اعطاك على قد قلبك. بنتك نادية خذات وتهنات. يعيشك يا رزوقة يعيشك، الله يفضل لك كل الوليدات اللي عندك وان شاء الله العقبة عندك إن شاء الله. وتفرح بك النوارة بنت كريم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. اما تفكرت حاجة شفت عليك بالذاك. كيفاش سيدي؟ وقت اللي طلعت على البيم. صحيح صحيح. وطلعت معاك فاطمة. صحيح صحيح. مشهد رايح مشهد رايح. بديت نلعك بديت نلعك. شدت المصورة نصور فيك. يدي ترى بالضحك. أما عملت لكم تصويرة هاي لا تعمل كيف. يعيشك اسمعوا. تعرف من اللي أنا صغير وأنا شاهي نركب على بهيم. واليوم هاو سهلت القدرة. ما عملت تحويسة باية. شو هايلة شو باية هايلة ياسر هايلة. تعرف أنا بالنسبة لي أنا البهيم أحسن وسيلة نقل، لا مزود ولا هي عجلة نقبت ولا تقعد معطل ولا تأمين ولا فينيات ولا ضوء أحمر. النسمة تركب وتنده على روحك. أنا بالنسبة لي أنا أحسن حيوان هو البهيم. صحيح خدام أي ملا ويحمل الدهك. بالضبط. صبور. يعطيك صحة. عاقل. هي وما يطلب منك حتى شيء، ترفع حشيش يعيش بيه وهو دي مقدع. ملا مش كيما برشا عباد ترقاه قلوقي هكا وكركار وكسول وخبيث، وفوق هذا كله يبدأ يأكل في الغلة ويسب في الملة. هو كل شيء فيه باهي البهيم إلا حاجة واحدة هذيك سمحني فيها. النهيق. النهيق. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إيه صحيح وصحيح، لكن زاد ما هو في عند برشا مغنيين مثلا أكل جيبوهم في العروسات في الصيف. أي. حقيقة ما همش بعض برشا على وللناس فيما يعشقون مذايبه. قالك يا سيدي هذوكم فنانين ناجحين والناس الكل يحبوهم. شو المشكل؟ شو المشكل؟ مقلك تحط البهيم بعد البهيم. إذا ما علموش الشهيق يعلموا النهيق. أما سي محمد تبارك الله عليك في تسلق الجبال والعدو الريفي والقفز في الزانة. تعرف أنا أستاذ رياضة ونحس في روحي تعبت، وأنت هيك تبارك الله ما زلت صح سالم. بطبيعي راني فلاح ابن فلاح. هاي محلاها عشت الفلاح وتهني عايش مرتاح. سي محمد عندكش شوية نكت فلاحية؟ ما تعرف نموت وعظ مار بتاعك حاجة عسل. لا مريس هاي سيدي شد عندك. قالك سيدي ثم زوز أكباش تقابلوا في الفيرما بتاعي. فهمت يا أخي؟ واحد منهم قال له يا كبش خويا فين باش تعدي عيد كبير بتاع السنة. نظام ربرش بلاي زيد غدنا ودنا بك عيب أخرس معهم. واحد أخرى سيدي قال لك في نهار سخون يشوي واحد يسوق في كاليس. فهمت؟ قال سبحان الله عمري مريت نهار سخون كيف اليوم. يا أخي كلفت له الحصار قال له حتى أنا. يا أخي هكا السيد استغرب قال بيه بيتكلم عمري مريت. يا أخي كلفت له الكاليس قال له حتى أنا. هب البرشة عندك من برشة الأنواع هذه؟ نزيدكم احنا قرأ كبتر اشمانة هاي هاي سيدي قال لك القرد حشيك حشيك مسوي. فهمت ولا لم الحيوانات الكل في حديقة الحيوانات. فهمت واحكي لهم نكتة. فهمت يا أخي كل الحيوانات كلهم ماتوا بالضحك. فهمت إلا البهيم. فهمت خذوا عاد الصباح والرباح ستة غربع قامت البهيم. فهمت ولا يضحك 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 يا أخي. فهمت قالوا الحيوان قالوا يا ودي شو تضحك؟ قال لهم فهمت النكته بتاع البارح. بلاش محمد اش تقصد؟ معنا انا خويا ما قلت شيء وفعلي فهمت. والله ما قصر محمد مسيكل عدى معنا نهار كامل وزاد وصلنا لهوني
وتجيب هدية. الحق محمد سهلول برشا. سهلول ربي هنيكم يا بنيتي. برعات برعيت لهم خلينا نتعشيه. هاي يا بنيتي الحيمتي تعبت جلدي نشيل دار الدبيغ. شو يدي شو وجهي انا مازلت نعودها هالعملة. بسم الله العظيم اش تسمى وانا ونعرف انا قعدت على الحشيش وبديت نحس في الشيك اللي بديت نحك بديت نحك تقولش عليا مجرابة. حيت حيت هزيت عيني قلت زعما يا ربي اش فما ونشوفك الناموس الجيد يا مش نقولك هكا جاية مش لا عاد هذاك اسمه المن الهم حشاك اسمه المن ومش هو برك ثم حاجة اخرين يغليوا في القاعة. شو يغليوا تخلويض يغليوا ماذاك ماكم انتم خليتوا شوية ماكلة في القاعة يا اخي جاء النمال دار بيه كمل تنقزت عليا حاجة خضراء لونها يرعد يا عمي جرادة. ليه مش جرادة مش جرادة مبلال شنو هي عارف عليها حاجه خضراء وعينيها زعزع ويديها متوين وفيهم منشار فهم منشار عارف عرفت هذيك اسمها هي مرت مش مرت خالي ناقه اخوالي ناقه تخويله هي بسمها لونها يرعب وين تلفت على اليمين وعلى اليسار نلقى شيء لون وشكيل يهمش شوف يا سيدي شفت لك حاجه في الفيلم نتاعي بخلاف البقر والمعيز تلقى عندنا البدرنة تلقى الخنفوش تلقى عندنا تلقى البجلم تلقى البومقص يزي عايش خويا يزي سميهم بركة ترعب وقرصتني حاجة شويت لي دمي شويت لي دمي البقعة في ساعة نفخت نحلة ليه ليه حاجة صفرة وكحلة نحلة لا صفرة وحلة بوفرززو اي هي اي بديت نعمل في البومادة ونعاود وشي البقعة تنفخ تخزر لها بومادة اي منفخ ابو ماذا يا بنتي اسمعني اعمل شويه طبعه في ايدك طبعه اي طبعه في ايدك تسمع حياتي انا نعمل طبعه سامحني مش فاسلها علاش تعرف علاش داروا بيك هذا كله ولا اولا وبالذات انتم ضياف فرحوا بيكم يا عايش هاك فرحوا ثانيا وبالذات اصلا عم بيعليك لحمتك طريه ف الى الامام هاي 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 هاو انا تو مطلع لي حد شيء شو عليك هذو خاي انت عشره قديمه بينك وبينهم حدك حد المسقي هذيك راهو خمل غالي والدفاع عليه لله قوي ساعدو يخي عندي منه برشا هذيك فرد كعيبة عايشك يا ندو عايشك يا ندو عايشك نتعشيوه لا لا اسمع مش مشي نتعشى بحذا يما مان قطع الصبح ذا يا مان 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 ولا على خاطرك انت يا سيدي قال لك الوسيدة تغلب الوليدة طبعا طبعا بها طبعا هي الرجل طبع ان شاء الله كيف يدي هكا باش نموت لطف عليك يا علي لطف عليك خومي ما خوم هاو كويس تيزان وش البوطة تتفرهد هاي منحبش عليه ما عنديش وقع وين نحط يا فاس سو عندي مكلتي حد تجي ليه يا بنتي ما عصرتش القارص على الزومة ليه عصرت على القروفيت وعلى القاروس وعلى الدجاج العربي شفتش قاعدة تقوله عرفتها عين خزرة يا فاطمة مرة في حياتي حبيت نغطس في الزومة كيفهم راسات لنقاسي باش نموت ما صاب يذوقوا في اللي قاعدة ذوق فيه يا فاطمة شقام يا علي صح عليهم ما جرى لهم شيء شدوا الليل يا علي إيجا نحب نوصيك إيجا اسمع قل حمادي راجلي اللي أنا مسامحته في كل شيء يا حمادي يا غالي ولي أنا نحبه ونموت عليه يمشيش ياخذ عليا مراه بعد ما نموت ولا لا نسامحه بتعوضش انت يا عالية بتعوضش انت سامحته في كل شيء سامحته دنيا واخرة شدوا الليل سي خيار المومي قلبه صافي اسمعني
فاطمة نحبك تسمعني. ايه اقرب لي. سيختي يقول ويعطي علي ياسمين بنتي. بيه امشي شعطيها الكريمة ولا الحاجة. يا شريفة يا غالية خذ حويجي الكل. يعيشك يا خيرتي عليا يعيشك. خي يعملوا المرأة حاجة، المرأة يا ذنوبي كانت تموت كانت تعيش من الليل غدوة. علاش وخيتي فزت صغيرة؟ هاي الحاجة جيت. يا بنيتي يا بنيتي كدروش. وش بيها زادة هذي؟ وكأني باش نموت يا حاجة. وكأني. ادعيلي باش ربي يشفيني ولا يسهل عليا. برا 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 خذ طرف مسهل توا تقوم كي الجن، واذا ما قمتش اللي مات بشبح لقى. متشمتة فيا متشمتة وانتي هكا شريفة تقولي خالتي؟ انا خالتك توا نبرا ونوريكم.